أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste volgers van Stichting Najiba. We zijn inmiddels aangekomen in Tetouan. In Tetouan hebben we een aantal mensen die we opzoeken. We gaan nu specifiek naar een gezin dat bestaat uit een moeder en drie beperkte kinderen. Jullie kennen ze. Ze worden ook onderhouden door een gezin of een dame uit Nederland. Maar wij zorgen dat we ze natuurlijk altijd met onze projecten opzoeken. Ook in de Ramadan zoeken we ze op, kijken hoe het met ze gaat. Ze wonen in een klein kamertje. Alle drie zijn ze beperkt, altijd in een rolstoel. De moeder zorgt voor ze. En daarom willen we altijd kijken hoe het met ze gaat. Alhamdulillah. Blijf ons volgen en kijk naar de mooie beelden. السلام عليكم متابعي جمعية نجيبة، مرحبا بكم. حنا الحمد لله الآن وصلنا لتطوان وجينا بالضبط عند العائلة ديال واحد الأم اللي عندها ثلاثة ديال الأولاد وثلاثة بهم معاقين. الحمد لله هاد الأسرة دائما كنزوروها، ودابا عاوتاني تاهي دابا مع فرحة رمضان ومع البروجي ديال رمضان تاهي إن شاء الله غادي نزوروها. الحالة ديالها ضعيفة، ساكنين في دويرة صغيرة والحالة ديالهم صعيبة. وتوما ان شاء الله زينا نفرحوهم بفطر رمضان وتابعونا ان شاء الله باش تشوفوا الصور. الوفاء بشتى الصور، احب الوفي الامين الاغر، فاهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق راس الجبال وفوق الرواب وعند القمر، ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر، أقول له أفلح سفيا وتسعد خير فكركم ربي بدنيا مزيانة، الله يفكركم بدنيا مزيانة في الدنيا وفي الآخرة، لا يخطيكم الله يشفع بالصحة ويرحمكم الوالدين، الله يعاونكم على مزيانة جميعا. آمين الحمد لله. مع المحسنين كاملين ديال الجمعية كتاب المعصيه، وديك البركة باقي كتوصلكم. لا باقي كتوصلنا أيوب معنا وين كيصور ومسكين بها باش كان غدا الدواء. الحمد لله. هذيك ديك السيدة اللي كتصيفط لكم عاود هذيك دعوا معاها. هذيك عاودية ندعى معاها ليلا ونهارا. سبحان الله. في الفجر فيما نقوم ندعى مع المسلمين كاملين. الحمد لله. فندعى ليلي ولولادي. ندعى مع المسلمين كاملين. الحمد لله. ربي يحفظه ويقبل منا الدعاء لأنه Dit gezin wordt dus onderhouden door iemand, door een vrouw, volgens mij een dame uit Nederland. En die stuurt dus geld maandelijks. En zij zegt daar leven van. En zij doet elke dag de dua voor haar. Dus jij, wat een mooie gunst van Allah dat je dat kan doen. Drie beperkte kinderen worden onderhouden. De moeder is jullie dankbaar, doet dua voor jullie of voor deze dame. Dat is een van de mooiste dingen die we hebben. Vaste donateurs, jullie kunnen je altijd aanmelden via info@najiba.nl. En dan zoeken wij een gezin, zoals dit gezin, die jullie dan kunnen helpen. En andere gezinnen die jullie natuurlijk zien. Zien jullie een gezin die jullie willen helpen, schroom dan niet. En dan nemen we contact. En dan kan je gewoon dit soort mensen helpen. Alhamdulillah. Ze wonen ook heel klein. Alhamdulillah. الله يحفظك يا ربي. الحمد لله جميع نجيبات جميع مجموعة نجيبا الله يحفظكم الله يجزيكم بخير. جينا عند الوالدة
ما كتشوفوا الحمد لله تما فرحنا بقوا فات رمضان وكما دائما كنجيو نشوفوهم لله هي اهم حاجه الشيء الاخر هذاك مع المحسنين حنا كنوصلوا لكم العمل الله يفرحكم ويفرح المحسنين كاملين والمسلمين كاملين الله يكثر خير الله يجازيك بخير الله تعالى وتبارك يجعل في الميزان حسنه مقبول هذا الشيء الله تعالى يقبل منكم المسلمين كاملين اللهم امين الوالده كدعي معكم كاملين وكدعي خصوصا مع هذه الاسره اللي كيعاونوها شهريا الله يجزيهم بخير الحمد لله هذا خير كبير وهذا من العمل اللي الله سبحانه وتعالى كيرضى به نطلب الله عز وجل يصبركم ان شاء الله والوليدات الله يشافيهم يا رب وخا من بعد ze zitten nu buiten. Er werd net gezegd tegen ons van de hele winter zitten ze binnen. Ja. Als het een beetje goed weer is, gaan ze buiten zitten. Alleen vanuit de stoel is dan. Weet je wat het, je realiseert? Ze kunnen nergens heen. En ze zitten nu even buiten op de lucht, als het ware. Ja, daar moet je Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar zijn. Dus je kan lopen, je kan naar de moskee gaan. Je kan in deze maand keer vasten. Heel veel mensen die we tegenkomen kunnen niet vasten. Wees Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar in deze maand voor wat je hebt. En daaruit leer ik trekken. Wij zien het, alhamdulillah. Wij ervaren dat. Mag Allah subhanahu wa ta'ala niet accepteren van ons allemaal. Allahu amin. Verder? We gaan verder, inshallah. Ja. Tabi'una. السلام عليكم الوفاء بشتى الصور احب الوفي الامين الاغرار فاهل الوفاء كلو